سيبكم دلوقتي مع زميلتي العزيزه ليندا مع اخبار الرياضه. ليكي يا ليندا وقولي لي عندنا ايه النهارده في الرياضه. شكرا يا دينا، وهنبدا اخبارنا الرياضيه النهارده مع محمود حسن تشيزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي اللي احتفل بالهدفين اللي سجلهم في مباراته الاخيره ضد كريستال بالاس. ونشر تشيزيجيه على صفحته على فيسبوك صوره اتخذت بعد هدفه مع استون فيلا وصوره ثانيه بقميص الاهلي وعلق عليها وكتب بكل فخر صنع في الاهلي. الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أكد سعادته بمعسكر الفريق الحالي في برج العرب اللي بدأ الخميس اللي فات وهيستمر لمدة 14 يوم. وأكد كارتيرون أن المعسكر نموذجي وأنه مستني أن الفريق يكتمل الاستعداد لمباراة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أحمد ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة لنهاية الموسم حصل على عرض سويسري جديد بعد العرضين اللي تقدموا لضمه من ناديين في إسبانيا وفنلندا، لكن اللاعب وإدارة الأهلي أجلوا اتخاذ قرارهم النهائي لتحديد عودته أو تجديد إعارته اللي مرتبط بصفقة مالكا اللي بيحاول الأهلي حسمها. مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك تعافى من الإصابة اللي تعرض ليها بفيروس كورونا، وده بعد ما عمل فحصين للفيروس تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة اللي تأكد من تعافيه من المرض بعد سلبية التحاليل. إدارة النادي المصري البورسعيدي اتفقت على إقامة 4 مباريات ودية في معسكره المغلق. الجناح الدولي الغيني دا سيلفا لاعب الإسماعيلي وصل الإسماعيلية امبارح عشان ينضم لتدريبات الدراويش الجماعية، وده بعد ما سافر من شهور مع بداية توقف النشاط الرياضي وما رجعش غير بعد ما فتح بعد فتح المطارات وعودة الطيران. رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اعتذر امبارح في المؤتمر الصحفي اللي عمله عن استضافة بلاده لمباريات دوري أبطال إفريقيا في رد على طلب الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف واللي حدد ملعب جابومه لاستضافه لقاءات نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا بسبب انتشار كورونا. اداره يوفنتوس الايطالي بتدرس استمرار ماوريتسيو ساري مدرب الفريق في الموسم اللي جاي عشان يدوه فرصه جديده مع تدعيم الفريق بافضل العناصر الممكنه قبل بدايه الموسم رغم تراجع اداء يوفنتوس بشكل ملحوظ وانتقاد الجماهير لساري. خلصت أخبارنا الرياضية مشاهدينا دلوقتي.